أستاذة عيشة، ويا رب دايما معانا في ملتقيات حنين. يا بيا المفروض المحترمة حلوة عيانة، أتمنى لها الشفاء يعني. أتمنى لك الشفاء العاجل بإذن الله، وأتمنى ما تكونش كورونا بس. لا لا، مستها كم مرة؟ والله من ساعة ما جت الكورونا وبطلت آكل المكرونة. هاخد منهم المكرونة لحمة وأقول عفوا. حاجة بسيطة كده يا رب. كلهم بسيطة بسيطة. معلش، ما احنا شايلين الحاجات الكبيرة دي كده بقى، وعلى بعض فيها حضرتك اللي هتيجي. أنا جاي أتفرج عليكم. لا 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 لا. أخباركم يا رب. أول مرة أقولها دي، بس الفيس فكرني بيها فقلت أحتفظ بيها. أيا ليت الزمان قد توقف ونحن بين أهداب الوطن، أيا ليت الأنفاس وقد انقطعت وقد تغلغلت بين بليالي الصقر. اليوم والصقيع قد حضر، تختلف مني هلالات القمر، يبتلع الهجر منك نسائم العطر، فتحترق بوريقات الرقيقات سحب ويمامات وشطر. تقتات لوحاتي وقصور من الدرر، وبالأجواء مناجاة ونحيب لمن حجر، وبالأعماق نهر دموع وقلب يحتضر، وبالحلق سؤالات وذنوب لم تغتفر، ووعود تحت الثرى تنتثر. أيا قلب كفاك بخسا بمن صان واعتذر، فلنعد أدراجنا جرحا تحت أقدام القدر.